بالنسبه للالفا اجونست قلنا خلاص هو راح يسوي لك اكتيفيشن للريسبتر، وقلنا بما ان الالفا اجونست الفارماكولوجيكال ريسبونس مالتي عباره عن فازر كونستراكشن، فبالتالي من يسوي اجونست يسوي انه فازر كونستراكشن، فبالتالي من جاي يسوي الديزاين اللي راح يسوي الديزاين للميتازولين والاوكسيميتازولين حتى يعالج ديزيز معين، صح ولا خطا؟ لكنه من جاي تسوي الفا انتاجونست وصلت الفقره الاولى، بالتالي انا جاي اسوي معناته انه صار عندي انكريس بالبلد بريشر، سألوني خطأ، بالتالي اسوي له الفا انتاجونس حتى المكان ما اسوي فازر كونستركشن اسوي فازر ليش؟ لذلك الشيء كله كذني يستخدمهم ايش؟ حالة البناين بروستاتيك هايبر بليجيا اللي يصير عندهم بروستات يرتفع الضغط مالته، فبالتالي اضطر ايش اعطيهم؟ اعطيهم الفا 1 سيلكتيف انتاجونس. وصلت الفقرة الأولى، لو اجي على الستركتشر مالته انه فرض علي موجود الفيبرازين، وصلت الفقره الاولى، لكنه الهيتروسايتك اللي موجوده ويا الاماين راح تبدي تختلف، البراسوزين راح يكون بهذا الشكل فيوران، والتيراسوزين راح يكون سايكليك ايش نان اروماتيك وسايكليك ايش فيوران، ولكن الدوكساسوزين راح يكون بهذا الشكل، فبالتالي من بيشت عنده ارتفاع بضغط الدم واريد اسوي ديزاين لدراك، وهذا الدراك اريد اوجهه للالفا، فبالتالي راح اوجه للالفا از ايش انت ادونس دراك حتى يعالج ليش بيشك يعني. لذلك ارجع وانبهك واقول لك ان تريد تسوي ديزاين وتريد توجه للريسبتر فكر بالديزيز. ما يصير اني اجي هو انت يعني مثلا هو عنده على سبيل المثال كمان كورد وعنده فد رشح موجود وانا اجي اعطي له انتاجونس، بالتالي راح يصير يزيد الطين بله، صح ولا خطا؟ فبالتالي من اجي اسوي الديزاين اللي دراك اسويه وفق الديزيز اللي عندي، تمام لو لا شباب؟ زين. بالتالي من اجي اقول انه انا ايش عندي؟ اجي عليه من بلوكر بيتا، بلوكر از ذا كارديو دراك، خلص من انه انا عندي على البيتا 1 كل البيتا 1 اللي موجوده لازم ايش؟ اسويها انتاجونس. ثاني ما ايش اقول انه هذا عندي ستراكشر اكتيفيتي ريليشن شيب، خلي بالكم هذا الجنرال اريل، خليك وياي اريل اوكسي برابانول امين، هذا الجنرال ستراكشر للبيتا بلوكر. راح اجي اشوف انه انا عندي بايفينال، عندي ايثر، عندي او اتش، عندي سكندري امين، وعندي الكيلو جروب. وصلت الفقره الاولى، اذا احتاج هيدروجين بوند وتكون جدا ضعيفه بالنسبه للايثر مثل ما اتفقنا، احتاج هيدروفوبيك، احتاج بعد ايش يقول لي هنا؟ يقول لي اسينشال، لان انا احتاج بس هنا ما قلت اسينشال، لربما تتحد ولربما ما تكون، وحتى ذا كونت جدا ضعيف حكينا بالمحاضره هنا ايش يقول لي اسينشال. وصلت الفقره الاولى، برانشنج اسينشال انه يسوي لك هيدروفوبيك. فالجنرال ستراكشر حتى اسوي ديزاين للبيتا بلوكر هو شنو؟ اريل اوكسي بروبانول امين، هذا الجنرال ستراكشر اللي من خلاله اقدر اسوي ديزاين للبيتا بلوكر. راح اجي اشوف شو الثاني؟ بروبانولول صح؟ ميتابرولول صح؟ تايمولول. شوف هنا جابت دل بايو ايزوستيرز. هي اللي تعطيك نفس الفارماكولوجيكال ريسبونس، نفس الكيميكال والفيزيكال بروبرتيز، لكن من جد وجدنا بعض شو يسوي لك؟ برانكو كونستراكشن، البيشنت ايش عنده؟ اسمه، وصلت الفقره الاولى، لكن من جد حطيت الميتابرولول بيتا 1 انتاجونست، وصلت الفقره الاولى، من جد على التايمولول بيتا 1 بيتا 2 انتاجونست، ولكن في بعض الاحيان هو صح ما عنده سلكتيفيتي، لكن التارجت اللي راح اوجهه عليه ما يبتدي يجي سايد افكت، يعني انا التايم ولا هو يقول لي بلوكوما راح اجي اعطيه بالعين، انا راح اعالج البلوكوما صح لو خطا، بس مو معناته انه راح يجي ايش؟ راح يجي يسوي لي بروكس فازن بالمستوى اللي راح يسوي لي على البروبلم. قصه الفقره الاول شيء هذا لوكالي صح لو خطا، بس راح اعطيه تمام ما شفت يديكم ممتاز. فبالتالي لما اجي اشوف راح يقول لك ركز، يقول لك بالنسبه ايش للبارا سبستيتيوشن، ولو نجي عليه من على الميتا سبستيتيوشن تشوفون
نفس الفيت ديكشن هذا بالنسبه للار اس. لو اجي اشوف هذا الستراكشر ايش عندي انا؟ عندي هذا الموجود باعه، عندي هذا خلينا نفرض الباي فنل صح؟ وفي بعض الاحيان نرجع شويه لورا، هذا عنده فنل وحده زين؟ لو نجي شو نقول؟ نقول ان نعتبر هاي الباي فنل وهاي الايثر وهاي الهيدروكسيل وهذه ايش؟ لان كان ايش قلت؟ قلت اسينشال هيدروجين بوندينج صح؟ ايش قلت؟ قلت اسينشال ايونيك بوند. باع شوف هسه هنا ما اتحد الايثر ضعيف انه يسوي لك هيدروجين وصدر الفقره لو صح ان ذا شير بيرك بس ما يقدر يشارك بيها الا ما ندى هيدروفوبيك اسينشال. بس من تجي تسوي سبستيتيوشن يقول لك يفضل من انت تريد تسوي سبستيتيوشن على الفنل يفضل ايش بموقع باره حتى ايش تعطيك اكسترا هيدروجين بون. من جيت سويته بموقع بيته وين صارت؟ ما اتحدت. لذلك وحده من الديزاينات اللي تريد تفكر بيها حتى تسوي ديزاين زي الاستراء الكتروستاتيك فورس بون اللي هي بموقع باره تمام. لو لاحظ يعطيك هيدروجين بون تمام. بالتالي البيتا بلوكر احنا عرفنا انه يستخدم معالجه الهايبر فيشن وصلت الفقره الاولى. البيتا 2 مثل ما اتفقنا اذا جاء البيتا 2 فهو ايش راح يسوي لك؟ راح يسوي لك برونكس بازن. بالتالي ما يفضل يعطي للبيشنت اللي عنده ايش؟ اسمه تمام. قولي احد يقدر يجاوبها؟ سويناها للبيتاتو كلها كانت اغونس. قلنا نسوي او اتش هناي صح لو انا خطان. قلنا بعدين نسوي ميثوكسي جروب. قلنا الاو اتش موجوده عندك صح لو انا خطان. من جيت سويت البيتا بلوكر اللي هو الهيدروكسي بروبانولول امين وصلت الفقره الاولى كان الستركتشر مالته بايفنول ايثر او اتش ان اتش وصلت الفقره الاولى ايونيك هيدروجين هيدروجين بايفنول وصلت الفقره الاولى. من جيت سويت هذا الديزاين انا سويته شنو؟ بيتا 1 سيلكتيف لكنه جزء من عنده وين راح يتدخل؟ على البيتا 2 سيلكتيف. فبالتالي ايش راح يسوي؟ راح يسوي لك برونكوس فازن. هو يسوي لك برونكوس فازن ليش؟ لانه جزء من عنده راح ارجع واقول حتى السيلكتيفيتي مالته يعني نوبات ترن نقول بيتا 1 سيلكتيف مو كومبليت مو كومبليت. وصلت الفقره الاولى تعتمد علينا على الدوز اللي يعني. عبات القلب مثلا من هاي دوس خلاص زيرو نسلك وصلت الفقره الاولى فهي هاي الفقره بابات وصلت زين. فبالتالي من اجل اقول هذا الكارب دولار ما يحتاج ما راح اتعمق به انه خلاص ايش يشتغل الفا بيتا بلوكر هذا هو الاكسبشن مالته الوحيد هذا الستركتشر مالته انه راح يبدا يشتغل لك مره على الالفا مره يشتغل لك على البيتا تمام. نوبادي يروح على الوازر كونستركشن يسوي لك وازر ديليشن ويروح علينا على البيتا واحد ايش يسوي نفس الحاله يسوي لك وازر ديليشن حتى يسوي لك تريتمنت اوف ريفيشن تو دي هايبر تنسيف تمام. صار هذا الميزان شرحناه هذا الدوبامين هذا الدوبامين ابو المشاكل وصلت الفقره الاولى. خلينا نشوف شنو مشاكل الدوبامين. شوفوا ركزوا هذا انت عندك الدوبامين صح؟ من جينا سوينا موديفيكيشن جينا سوينا هذا الموديفيكيشن سوينا كاتيكول جروب بقيناها سي اتش 2 صارت عندك لين شو صدفنا ضفنا كربوكسيل جروب. شو يقول لي هو بعض يقول لي الليفو دوبا كان بي اكروس تو ذا سي ان اس ممتاز. دوبامين كان نوت بي اكروس ذا بلاد برين بارير تمام. يعني بالتالي انه خلي ببالك شغله واحده انه الليفو دوبا انا اقدر اعبر لك يا البلاد برين بارير تمام. دوبامين ما يعبر خلينا نكمل نشوف لكنه شيء يقول لي يقول الاماونت من الليفو دوبا كان بي دي كاربوكسيليتد من تعبر البلاد برين بارير. بعدين شيء يقول ذس كان بي بريفنتد باي كو ادمنستريتد اوف دي كاربوكسيليز انهبيتر ساتش از الكاربيدون. اوكي دوبامين ما يعبر
ما تقدر تسوي دوبامين حتى اذا سويت لا بريمري. جيت سويت موديفيكيشن، سويت اللي هو دوبامين، عبرته. واجهت مشكله ثانيه، عندك انزيم اللي هو شنو هو ديكربوكسيليز، كسر لك الكربوكسيليك اسيد، ما استفادت من الجسم. سويت اللي تخلطي كو ادمنستريتر، بعت الكاربيدوب، حتى شو يسوي؟ تربط الانزيم حتى اللي هو دوبامين ياخذ راحته. وصلت الفقره اللي راعيها تمام. صار عندك انت عندك دوبامين. الدوبامين هو عباره عن بولر، اللود دي مالته كلش نازله، ملي كان يعمل البلاد برين بارير. اجيت سويتي؟ جيت ايش قلت خل اسوي اللي هو دوبا، سويت الديزاين حسب الاصول سويته. لقيت يعبر البلاد برين بارير، عبرتيه، سويت اللود دي مالته عاليه. واجهتني مشكله انه موجود بالبلاد برين بارير ورا ما يعبر موجود الديكربوكسيل اسيد، صار جاي يسلك الكربوكسيليك اسيد بروح. ما استفادت من عنده. ايش قلت لك؟ قلتي خل اعطيه ويا دراج ثاني يثبط لي الانزيم حتى اخلي الليبو دوبا ايش؟ يتكسر، يعبر حتى من يعبر يبي ياخذ راحته ايش ويعالج لي الباركنسون ديزيز. وصلت الفقره ولا شباب؟ هو مو يتكسر قبل ما ياخذ اي بالدرجه اي بالبدايه لازم اعبر اثبط الانزيم اللي موجود حتى اخليه ياخذ راحته. هذا هو الكاربي دوبا تمام ولا شباب؟ نفس الشيء تقريبا تشوفون هسه هذا بس ركزوا لي هنا. هسه هذا يا ستراكشر شيكو زين شفتوا زين؟ هذا شنو؟ شنو الفرق؟ فرق الاتش والجذري. وين الفرق؟ الكربوكسيل. باعوا زين؟ وراح اسال سؤال. صار تشوفوا له ولا؟ نعم. ركزوا زين ايش فيه؟ سي دبل بوند او اتش سي اتش 3 ان اتش ان اتش 2 هذيك الموجوده من هناك. العفو كيفتوا علي والله العظيم ساد شبين ما بيو شنو بعد بي الله اكبر لا تهوني هسه هذا باعوا هذا مو كاتيكول وهذا سي اتش 2 ارجع هذا مو كاتيكول وهذا سي اتش 2 نرجع هذا مو سي سي دبل بوند او اتش سي سي دبل بوند او اتش ارجع هذا شنو اتش هذا شنو سي اتش هاي واحد هذا شنو وهذا شنو شنو الفرق بدلنا الـ H والـ CH يعني كان بنوبة فورا حين وبرت إنك إحنا خلنا المدوبة إيه؟ نفس الوقت أنت جيتي عالجته وقتيت إنش زين أنت إنش لا أنا إحجي على CH3 إيه وبنفس الوقت جيتي عوضته وزيتي إنش عادلتي طيب CH3 ولا رجعتي إنش صحيح وصعراني خضار شيتي CH3 رجعتي هذا قول الدوبامين بي ان اتش 2 اي الليبودوبامين بي ان اتش 2 شنو هذا؟ سيديك يا الله يا رب قال لي ايش ايش هذا اللي كنت قاعد في دوبامين ايه يتفاعل ويا الجسم ويا المارك هو المارك بيتر ليش شغال عليك عليك ايش راح تخلي يتفاعل الكابي دوبامين ويظل مدمع هو واحد فهمني بعد صار دوبامين وصلت الفقره الاولى ويا الاولى بعدين عندك المونوامال اوكسيديز انهبيتر عندك الكاتيكول اوفا مثل ترانسفيرز طاق دم المركبات وصلت الفقره الاولى مره طاق هنا يا اتش مره طاق هنا اوكي اوسيد زين هو شنو الفرق بين الكارب دوبا والمثل دوبا مع انه يعني ما اني فشي متفشي كبير علي ها؟ كاربي دوبا ما يعبر البلاد برين بارير؟ نرجع شوي لورا اخوي ليبو دوبا كان كروس انتو دي سي ان اس صح لا خطا دوبا مين ما يعبر؟
اماونت من الاير دوبر راح يصير لها دي كاربوكسيليز بارير تو ذا كلوز من البلاد برين بارير. سويت دي كاربوكسيليز انهبيتر وطيت هي. تشوفون المخطط مودل ولا لا؟ هذيك واحد يشرح المخطط على كبر طفرتك. يكون يعني يتكسر صح لوني خطأ قبل ما يبدي يدخل للسي ام اس جاي يقول لك قبل وصلت الفقره الاولى فانا شو اسوي؟ هو اللي يقول لي ترى هو يعبر للسي ام اس مو ما يعبر هو جاي يعبر سهل وخطأ بس انا من جاي تو يريد يعبر يتكسر فانا سويت جيت سويت له هذا حتى يتشلب بالانزيم اللي يكسر حتى اقول له اعبر على راحتك بس انا من جيت سويت ديزاين والله ما اشوف اكو فرق كبير بس مجرد هاي لان هيك ما يصير كذري مع العلم نفس الشيء شنو المشكله هذا الهيك وهذا الهيك هذا ار وهذا ار سي اتش دبل بوند او سي اتش دبل بوند او سواء ممكن سي اتش دي موجوده هنا تبع تكون مور مور اسليك هناك عندي او فعلا مسويها سبوها شو بدي اسوي انا الان هي اكثر
لا انا طيب وياك. دول الحرمانتين؟ ايه ورا الفلوس.